بنقطة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، الثانية الأخيرة 95 يعني ده. لماذا لم يستثمر أو يعني يستفيد من تجربة أسوان وإيه اللي حصل النهاردة؟ بص، هو أنا شايف إن فيريرا عامل نفس المشكلة أو الغلطة اللي عملها في الشوط الأولاني في ماتش أسوان للتشكيل، بداية من التشكيل. أنت الزمالك مش محتاج إنه يلعب بثلاثة هاف ديفندرز. نعم. يعني الزمالك لما يكون بتلعب ماشي ماتش الأهلي صحيح. يمكن دي الفرقة الوحيدة اللي أنت ممكن تقرر إن أنت تلعب بطريقة تلعب عمرو السيسي وروى وإمام عاشور، ولكن غير كده أنت طبيعي إن أنت تلعب بطريقة لعبك المعتادة اللي هو ستة الهاف ديفندر، سواء بقى دونجا سواء عمرو السيسي سواء أشرف روى قدامه صحيح. إمام عاشور هتستفيد ساعتها بلعيب زيادة من الأطراف أنت مع كمان لخبطة اللاعبين، لخبطة اللاعبين لما يبقى زيزو مميز جدا ناحية اليمين، وشفنا كم العرضيات اللي بيعملها صحيح. المتقنة من ناحية اليمين صحيح. وتبقى مصمم على طول ثم فجأة محوله ناحية الشمال، فجأة سيد نمار بيلعب باك رايت ثم محوله ناحية الشمال صحيح. مصطفى الوحيد اللي بيلعب على عدلته ونزل شوط تاني مصطفى الشلبي، رغم ان لما نزله يا كابتن مدحت نزله يلعب في العمق وكان سيد نمار ساعتها بيلعب حته الشمال صحيح. لما ابتدى يلعبه في حتته اللي بيلعب فيها السنه اللي فاتت في ام بي طول السنه ناحيه الشمال صحيح. شفنا خطوره الزمالك من الاطراف زيزو يمين ومصطفى شلبي شمال، والدفاع هنا مفتوح جدا عشان كمان يا كابتن مدحت الحته اللي في القلب دي كانت مليانه لعيبه، كان في مدافعين كتير جدا كتيره جدا كانوا عارفين الملعب العب على الطرف خالص. هم الداخليه كابتن رضا عمل حاجه مميزه، الزمالك مميز بان زيزو وامام عاشور بيشوطوا من العمق مظبوط، كان قافل العمق على الزمالك سواء في التسديدات او صحيح. في الزياده صحيح. العدديه صحيح. الاطراف انت بتروح اطراف بتعمل عرضيات كويسه قوي ولكن بتلعب من غير راس حرب بالزبط. يعني انا مع احترامي يا كابتن مدحت سامسون لسه ما ظهرش، ظهر اول ماتش جاب جون، ولكن مش طبيعي ان يبقى لعيب محترف جايب دافع فيه مبلغ سواء بقى كام مليون دولار 900,000 دولار ان هو يبقى بالمستوى ده بالزبط. ده ما ياخدش مكان لعيب ناشئ، انا عندي ان انا يلعب حسام اشرف كراس حربه صح. او يلعب حتى يوسف اسامه نبيه او اي حد في المكان ده هيجي منه، ولكن وعنده يوسف حسن كمان اديته كتير قوي لعب ماتشين صح. فالبدايه كانت الافضل كان سيف الجزيري ان هو اللي ابتدي رغم صحيح. ان هو مش في مستواه الطبيعي من ساعه ما رجع من منتخب تونس صحيح. وهو مش مستواه، ولكن الشوط الثاني شفنا ان كم العرضيات اللي جابها سيف الجزيري اللعب بدماغه، انت سامسون اللي قصير ما لعبش ولا كره بدماغه صحيح، ولعيب واضح ان هو بطيء جدا. الهدف ده يا كابتن تامر برضو الارتكاز بتاع المدافع، بص انا 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 بصراحه يا كابتن مدحت الهدف ده يعني يمكن مع كابتن احمد الشناوي ان الهدف ده مفروض تسلل، لان فكره ان اللعيب ان هو الاولاني اللعيب الاولاني ان هو خد انتباه المدافعين الكوره، لان احنا الاوفسايد بتحسب لما يبقى لعيب قدام اخذ نظر الجون تمام. فاللعيب ده هو كل اللعيبه وقفت على اساس اللعيب هو اللي بيجري عليها وراح واقف، عارف لو كان وقف وسابها وما تدخلش كانت ممكن ما تتحسبش، بس هو تحركه ده معناه ان هو تدخل في اللعبه، مش كده؟ انا استغربت انها اتحسبت. هو برضو انت عارف هو يعني هي برضو خطا مدافعين، لان انا لازم ايوه خطا مدافعين طبعا لازم العب على الصفاره، انا بتكلم على التسلل ايوه اللعيب تداخل يعني اللعيب لولا الحركه دي هو اللي خلى لعيب الزمالك او الحارس وقف لانه اوفسايد وقف انها اوفسايد، فالحركه دي هي دي اللي تخليه على طول الكره اوفسايد. فانا ما اعرفش دي، وبعدين كقلب دفاع كابتن حشيش يعني الارتكاز هنا بتاع المدافعين يعني شوفها تاني كده، انت كنت ليبرو ما شاء الله في الحته دي، في اتنين هم في القلب تمام موقفهم سليم. بص يا كابتن، هو طبعا الباك رايت بتاع الزمالك المسلوسي هو وقف على اساس ان هو عايز يكشف الاوفسايد على الراجل اللي ظاهر ان هو اوفسايد اللي هو ناحيتنا انما لو في الطبيعي المفروض كان ساب مكانه ده ودخل لجوه شويه لتحت تحسبا ان يبقى فيه تغطيه. فهو اعتمد على ان هو محمد عبد الغني كان واقف معاه اخذ خطوه لقدام عشان هو اللي يشرب بالظبط بالظبط كده، هو حاول يعمل لانه هتشوف حتى لو اتحركنا شويه بالكوره هتشوفه رفع ايده على طول، بص كابتن بص عامل ازاي بص عامل ازاي رفع ايده اللي هو المسلوس المسلوسي على انها اوفسايد خلاص، وساب بقى الراجل بتاعه على انها خلاص هتتحسب يعني وده برده خطا، لان انا برده ما ينفعش ان انا يعني اشاور واقف اكمل وبعدين اتحسبتش يبقى انا موجود في اللعبه بالظبط، ما بقاش انا خلاص خرجت بره لان مفيش وقت انك تلحق خلاص لا خلاص ما مسافه قريبه على 18 يعني صحيح. اتفضل يا كابتن تامر. فانا شايف يا كابتن مدحت ان الزمالك مشكله ان هو فيريرا لما ابتدى يعالج الاخطاء الدفاعيه كان لما بيلعب بثلاثه سنتر باك ورا بوجود الونش طبعا كان عامل قوه
ولعيب مؤثر جدا في والزناري كمان. نعم والزناري والزناري لا قصدي في طريق الثلاثه سنتر باك انت بيبقى فيه تامين دفاعي افضل للزمالك، لان حمزه مسلوسي لما بيلعب كسنتر باك بيبقى افضل لما يلعب باك رايت في اربعه. محمد عبد الغني لما بيلعب كسنتر باك في ثلاثه غير لما بيلعب في اربعه. صحيح. بيبقى عشان كده بيبقى هتلاقي مساحات كتيره قوي في من ورا يعني عواد في اوقات كتيره قوي في ماتشات الزمالك بيكسبها. الكوره اللي انت بتقول عليها كمان